ازيكم يا شباب في الدنيا، جانا في فيديو جديد وحلقه جديده معكم عمر متولى في قناه عمر الدنيا. اتمنى ان انتوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه عشان عايزين ان شاء الله نكمل سلسله عبديه. وانا اسف جدا جدا على التاخير دوت، بس حصل الظروف وتحسوا كده في الوقت ده ساعات بس بيحصل الظروف وعيد مبارك. اتمنى ان يكون دوت يبقى عيد حلو عليكم. ويلا زي ما شايفين احنا النهارده هنلعب لعبتين. المره اللي فاتت كنا لعبنا اربعه، ماشي، معناه النهارده هنلعب لعبه واللعبه كمان متكرره. فاللي ما شافش الفيديو هتلاقيه حاطط في الوقت، فانا عايزكم تفضلوا الفيديو ده برده باللايكات. بصوا بقى الشباب، حسب الوقت، لو الوقت كفى يعني مثلا لو اللعبه دي حلوه لو كملنا عليها هتبقى تمام كده، تسيب بقى اللايك والاشتراك وعايزين تعليق حلو زي كده. وزي ما انتم شايفين لعبه دور درايف دي تقريبا كلنا لعبناها، فدي تقريبا بتاع نموذج السواقة، بس انا لحد دلوقتي مش فاهم دي لازمتها ايه. حد يكتب لي في التعليقات اللي هي البتاعة دي المراية، هي دي اللي بتعرفها كمان في الكاميرا. يعني مثلا اللي بيحب يسوق كده بيبقى فيه يسوق كده يسوق كده، فدي لعبة بصراحة هايلة واخدة على أكبر تحميلات، عشان كده عاملين منها الجزء التاني. والجزء التاني ده جميل جدا، هي بتجمع قطع العربية، يعني مثلا العربية اللي قدامنا ديت بس بتجمع كاوتشاتها، السقف، الدركسيون، البنزين، حاجات زي دي كده. المفروض تقريبا اللي احنا معانا حد ما شفتهاش خالص، انا كنت منتبه في حتة تانية. لا مكنش معانا حد، فتعال نجرب نية. انا بصراحة ما بعرفش اركل خالص في الالعاب، فتعال نجرب نركب من كده. ممكن ده كفاك مسا. يلا انا بص يا شباب، محدش يتريق عليا، بس حبيت انا ازاي انا بس ما بعرفش اسوق خالص، فممكن نعمله كده فبعرف اسوق. استنى ايوه بعرف اسوق كده، مش هتجيك من فوق تلبسك يعني مثلا. يا اس معلش معلش، اخر مرة كمان طلع ايه ايه تمام. يلا حلوة جوت، حلو لفة حلوة يعني. بسم الله بسم الله، يا راو على سيك. بس ده نسيت ان انا هرت ده في وقت، انا مش عارف ولسه بقى حاطين وقت عشان يكون بإيقاف السيارة في المنطقة الصفراء. يا نهار ابيض، هو ده اللي انا هركن فيها؟ ايه؟ ارفع كمل. هو شباب باين عليه الدركسيون بالعكس. يا رب خلاص خلاص، يا رب خلاص. انا نسيت البتاع يا جماعة، والله ما يحصل يا جماعة، انا عاملها مش عارف ازاي والله يا شباب، انا كنت عاملها صح حاجة دي كده، بس دي تحسها عالية. شباب صح الكلفة، ممكن تخفف في الحوادث. ايوه شكل عربية النقل دي كبيرة، فاحنا لازم مساحة عشان لسه بقول مساحة. الحمد لله. يا لهوي رجعت فين، كنت فين يا شباب؟ معلش اللي متابعني يعني فبيلاقيني ساعات بتخدم الحاجات ديت وبصوت يعني، فمعلش. بسم الله بسم الله بسم الله، حلوة 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 حلوة، تمام تمام لحد دلوقتي يا شباب احنا ماشيين صح وادل حلو. التراكسات شغالة يا شباب، والله انا زهقت، انا بالمعنى زهقت. ده في عربيات هنا ياما، جيب 2000 مش ماشي، والله في عربيات ياما، فانا مش انا
تعالى من غير فرامل اساسا، احنا بنعرف نسوق اساسا بالفرامل مكسور خالص. بس يا انا عندي بقى فكرة، بص بص ما فيش فرامل. ايه ده بجد؟ يا لهوي، ده انا حبيت استنسح عليهم اما هم اللي اهم حاجة. والله انا بعرف اسوق بس مش قوي يعني، اللي هو امريكانات حلوة. لازم نحطها في الطريق، ولازم يا شباب برضو يعني مثلا نحذر عشان احنا مفيش فرامل يعني، انتوا فاهمين. والله العربية البيضة دي فخمة قوي، كل العربيات اللي شايفة فخمة الا واحدة اللي هي البرتقالية اللي انا زي العجلات دي، شكلها مش حلو قوي خالص. ياه مش عارف احنا هنفوز انت يا ربي. استنى استنى استنى، يا ولا يا لعيب. الله والله انا مش عارف هي جت ازاي، انا حبيت الفها كده وخلاص يعني، ولا ازعل يا ماريا. شفت؟ لا بلاش دي، بلاش دي باين على زي الركنه بالظبط، فتعالى نعمله لان. دي بتتكلم في وقت اللاند بقى، يا باين عليه اللاند بالطريق. طب والله ده اللاند بالكوينات يعني، يا شباب لازم نجمع اكبر عدد من الكوينات لن يكبر يعني، فاهمني. انا مثلا حاطط زي ده كده زي ده كده، ناخد كوينات. والله ده حد الكلام باخد كوينات. والله ده مش هيبقى ماشي. اه تقريبا بيدونا كوينات على السرعة، على الحوادات، حبة صح حبة غلط. خد كوين على السلامة. انا مش عارف، انا محتاجين يا شباب نغير في اي وقت العربية دي. وكده تبقى هنقف عند اللعبة ديت، وان شاء الله هنقتل على اللعبة التانية دلوقتي. وهي لعبة اوعى الفحت، اللعبة ديت بصوا يا شباب باين عليها انبساط، والحركة ديت اللي هي اللي تقريبا البتاعات الزرقاء ديت هي مثلا مغناطيس حاجات يعني، مثلا بيقول كل المطلوب منك انت تساعد البركة ده انه ما يتوقعش، ودوس على الشاشة عشان تنقله من مكان لمكان تاني. طب حلو، وبيقول لك ما توقعوش على دوس عشان اوعى الفحت. طبعا عارفين اللي هو بيقول ايه. بص بقى الموسيقى دي، يا لهوي شفته. والله ده لقيت حصلت ياما اوي ده. يا لهوي يا شباب دي صعب. هي هي انا حب شباب احنا انا بحب ساعات اوقف كده ان انت برضو تستمتع بالموسيقى وتستمتع باللعبة. ساعات الهدوء بيبقى حلو، مش مش كده حلو. طب استنى تعالى نشيل الموسيقى كده. ريحنا من الصوت. يا راهو انا شباب انا مش عارف في ايه. بيقول انت صديق وفي حديث بص ناس ميتة ولا ايه؟ يا راهو ايه ده، ايه ده في ناس هنا، ده في ناس هنا اهو شفتهم يا شباب، ده في ناس. يا راهوي وكده شباب تبقى انتهت حلقتنا، متنساش بقى تحط لايك والاشتراك بالقناة. انتوا عارفين ليه انا وقفت عند الحتة ديت؟ عشان اللعبة دي احنا كنا لاعبينها ياما يعني في القناة، عملنا منها فيديو من ضمن الاربع الالعاب اللي انتوا هتلاقوه ان شاء الله في الوصف دوت. وانتظرونا الفيديو الجديد. سلام. اهم حاجة ما تنسوش تصلي وتصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.